جنرال وولد زميرلي، سيدي علي وولد زميرلي كان مدير الجيش وتم تنحيته ومتورط في قضية التآمر ضد الرئيس، ولكن مادام القضية المحاكمة راهم عرفوا كيفاش يركزوا فقط على تارك عميرات وزوج اخرين معاه، والزميلي راهو يمشي للمحاكمة كشاهد، هو من المفروض متهم ومنضبط كما يقولوا دير يدير طبعا. ولما شاف المحاكمة راهي تمشي وتتأجل، كل مرة يأجلوها، خاف إلى الدور يولي لصالح تبون ولا جماعة تبون، وتبون ما عنده حتى قوة يعتمد عليها، تبون ما عنده حتى قوة يعتمد عليها، هذه باش تكون أمور واضحة، ما عنده حتى قوة. تبون 4 سنين هو في الرئاسة ما قدرش يشكل كرام لأنه يخاف، هذا هو المشكل ديالو. تبون يعاود يستقوى كش ما جماعة الخلف على بالو في الصراعات، تقول لك لو كان يمشي مع جماعة سيدان وعثمانية وبن علي بن علي هنا طبق فيها لأن الملف موجود. دل فحاول يهرب، كيفاش يهرب؟ يحرق، جنرال ماجور حاب يحرق، خلص بلاصه بمئة مليون، خلص بلاصه بمئة مليون في السريع، يعني تقول هذا كان البوطي يعني تقول السريع، انه قال لك ضامن باللي ما يموتش ما ياكلوش البحر، ولكن مشات بيعه لانه اللي يخدموا في السعوديه يخدموا مع البحريه، يخدموا مع البوليسية، وبالتالي سمعوا اللي راهو جاي يركب معاهم حاجه خشينه وكذا زفوه، تم إلقاء القبض عليه قبل ما يركب في السارية، هذا ما يقولون عليه مصادرنا. دونك لما تم إلقاء القبض عليه الدعوة طبعا من الأمن الداخلي عند ناصر الجن، يا ترى دوك واش راح يصرى له سيداي وزميل لي، يعني انا راه ضاربين بحالي، راه في عقد المخطوفين المفقود.